يعني النخب المثقفة والنخب السياسية المعارضة العربية المقيمة في الخارج يعني لم تسلم من ملاحقة السلطة ومن تشويه السمعة كما تقول الأستاذة نادية، يعني تصل أصواتها إلى الداخل ولكن تصل مشوهة مصحوبة باتهامات العمالة والتخويل إلى آخره. أنا شخصيا كما قلت لك لم أضطر إلى الخروج، أنا ما خرجت طوعا، ثم يعني دخلت في برنامج تحليل سياسي فكر سياسي، توفرت لي الحريات الأكاديمية هنا في جنيف. لكن ماذا أستطيع يعني أن أقول لك، من الصعب في الحقيقة، لأننا نتحدث عن تأثير الثقافي، من الصعب أن يؤثر المهاجر سواء كان مثقف مستقل هو حالتي أو معارضا سياسيا ناشطا سياسيا، من الصعب أن يؤثر، لأنه من يؤثر في البلد من الداخل هو الاقتصاد. نحن ننسى المشروع الاقتصادي وننسى قوى الأعمال، لهذا السبب أنا تحدثت عن شيوخ مجلة فوربس، هذا عامل محدد جدا. لكن ثقافيا تستمر الجذوة، تستمر الشعلة، ثم شيء يتقدم وثم أمل. وتقول أن التأثير محدود دكتور نجيب، يعني نعم محدود دكتور نجيب، هل تتفق مع هذا الكلام أن تأثيركم أنتم في الخارج محدود على الداخل؟ باختصار نقترب من نهاية هذه الحلقة. نعم هو لا شك محدود، ولكن مهم. يعني كثير من ما تقوم به الأنظمة الحاكمة، هناك جانب دعائي كبير قائم على كما ذكرت التخويف من البديل، وأنها لا تتحمل حتى حرية الكلمة في داخل بلدانها. فالكلمة إذا وصلت إلى الداخل بشكل يعني صادق، وأنا أعتقد أنه في داخل كثير من الدول هناك فئات تتابع وتهتم وتستطيع التمييز بين ما تطرحه الأجهزة الإعلام الرسمية وحقيقة الأمور. يعني في عصر العولمة من الصعب الآن، لأنه في نوع من التنافس، في نوع من التنوع في الأدوات، وبالتالي هذا أمر إيجابي. مع ذلك أحيانا أن نذكر ببسائط الأمور، هذه قضية يعني في صميم يعني هز وضع الأنظمة الحاكمة، مثل قضية رفض التوريث في مصر، في نعم. مصر في الجمهوريات، نعم. مثل نعم. قضية نحن دكتور نجيب أعتذر كثيرا على مقاطعتك، يعني تقريبا انتهى الوقت. بدأنا بقضية مواجهة التوريث في مصر، وننتهي أيضا من القاهرة. الكلمة الأخيرة لك أستاذة نادية. أنا كنت عايزة بس أقول إنه أنا ما عنديش مانع إنه عمرو خالد يعمل ملايين، اللي أنا شايفة إنه اللي أخطر الفكر إنه هو ما فيش، إنه الشباب ما بقوش بيفكروا نفسهم، عمرو خالد بيقول أو غيره، يعني عمرو خالد مجرد مثال. ففكرة إزاي نحفز تاني الشباب إنه هو يفكر لنفسه يكون داخل في السياسة. والحاجة الأخرى إنه احترام نتيجة الديمقراطية، أنا لا أفهم إنه نعمل نتيجة الديمقراطية ولما الإسلاميين يكسبوا نقول إنه لأ، يعني دي مش من قواعد اللعبة الديمقراطية. طيب. عايزين انتخابات تبقى انتخابات نزيهة تحت رقابة ونقبل بنتيجتها. وأنتم تستعدون الآن في القاهرة، تستعدون كصحفيين وكتاب وناشطين للانتخابات المقبلة. شكرا جزيلا لك نادية أبو المجد الصحفية المصرية من القاهرة، كما أشكر ضيفي من لندن دكتور نجيب الغضبان الأكاديمي والباحث السوري، ومن جنيف الدكتور رياض الصيداوي الأكاديمي والباحث السياسي التونسي. مشاهدينا الكرام، إذا انتهى وقت هذه الحلقة من عين على الديمقراطية، اكتبوا إلينا بأية أفكار أو اقتراحات أو قضايا تحبون إثارتها. بريد البرنامج الإلكتروني iondemocracy@alhurra.com. ختاما تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي محمد اليحيائي، إلى اللقاء.